السلام عليكم. اليوم بتكلم معكم عن شيء يخوفني او شيء اتضايق شفت للرده. يعني احيانا اشرح برنامج يجيني شخص يتكلم تحت يقول لي في تعليقات البرنامج الفلوس. ما فاهم. طيب برنامج الفلوس يعني ليش لازم اقول سعر البرنامج او تكون سلبية للبرنامج اذا كان فلوس؟ يعني اشرح لكم برامج بذيك الاداء وبذيك الميزات خصوصا في اليوتيوب. كنت فتره الحين وقفت عن الشرح، اكثر الوقت وقفت عن الشرح، الحين اذا نزل مجانا اتكلم عنه. طيب ليش البرامج اللي بفلوس شو اللي فيهم؟ ما لهم رب؟ استغفر الله. ولا شلون يعني؟ ليش ما ليش 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 نتكلم نشوف البرنامج المجاني ما نشوف الفلوس؟ ليش احنا بالنسبه لنا يعني كدول العالم الثالث على كلام الاجانب ايش يسمون دول العالم الثالث، ليش احنا بالنسبه لنا ندور الشيء المجاني في الداتا او في اذا كان الشيء مش ملموس ندوره مجاني، اذا كان بفلوس نشوف لنا حل نجيبه مجاني، مع انه سرقه نفس الشيء. يعني هذا الجهاز اذا كان في ايدي انا سارقه اعتبر سرقه نفس اذا سرقت شيء من الانترنت، نفس يعني الحرام نفس الحرام ما في فرق. ليش ندور ذي الشيء وليش بعدين نفتر ونقول ليش المبرمجين ما يفترون؟ ليش البرنامج هذاك ما باللغه العربيه؟ ليش أبل ما برضي تخش عندنا في الدول العربية؟ كل الأشياء دي كلها دراسات والشركات يدرون إن أوكي دي المجال أو دي اللغة أشخاص كثار ما يدعمون، أشخاص كثار ما مفتري لنا. فالمطور لحق البرنامج أو لحق النظام أو لحق أي شيء ما يجي لنا لأنه يشوف إن إحنا نسرق، إحنا ما نعطي ذيك القيمة. هو يجلس يتعب سنين، ما بقول لك شهور بعد برضو، ويجلس يحدث ويرجع ست ساعات ويجلس. ليش عندنا إذا كان الإنسان جالس على الكمبيوتر ما يعتبر شغل؟ ليش؟ أعيد وأكرر مرة ثانية، ما بلازم إنك تطلع في الشمس وتبني، هذا يعتبر أنت تعبان، جزاك الله ألف خير. لكن حتى اللي يجلس في البيت ويشتغل ويسوي كودينج ويتعب ترى برضه بفلوس. ليش إذا أنا جلست وشرحت لكم برنامج وما تكلمت عن سعره، شرحت لكم الميزات كلها، ليش لازم يكون مجاني عشان هذا افضل شيء؟ ليش يجي لي واحد يعلق يقول لي البرنامج فلوس؟ طيب اوكي البرنامج فلوس، ايش اللي فيها؟ ليش انت شاري جهازك بألف دولار حرام عندك تشتري برنامج بثلاث دولار بتسعة وتسعين سنت؟ حرام. ليش حرام بالنسبه لنا هذا الشيء؟ ليش احنا ما يعني خلاص نبي كل شيء مجاني؟ لا مو بكيفك، البرنامج مو بالأبل عشان تلقاه مجاني، حتى لو ما الأبل الجهاز شركتك عطتك فيه هاردوير، انت تبي الاكسسوار اللي داخل فيه اللي بتحطهم فيه لازم بفلوس. ليش اللي شريت بلاي ستيشن الكنترول الثانيه او الثالثه او الرابعه تشتري ليش بفلوس؟ ليش البرامج في البلاي ستيشن اكثرهم بفلوس؟ ليش ما قلت تروح تسرقهم الحين في كراك الحين؟ ما ادري فيه اللي ما فيه، بس ليش العقليه عندنا ان لازم يكون مجاني؟ ليش يعني يجي الواحد يقول لي انا ما عندي فلوس اشتري؟ طيب انت بكم شاري جوال؟ كيف جالك جوالك؟ وكيف تاكل وتشرب؟ ترى برنامج ب 99 سنت، يعني اتوقع بيبسي تقريبا قيمه بيبسي في السعوديه ودول الخليج، يمكن برجر اغلى من. فليش نتعب ان احنا نشتري؟ ليش نتعب او ما نحس ان نحس ضيعنا فلوس اذا كان في شيء في اب بس ما نضيع فلوس ان شرينا بيبسي ولا شرينا هالاشياء؟ ليش؟ ترى نفس الشيء والله. الحين العالم مفتر على التغني، يعني اوكي لو برجع معك قبل 15 سنه أو 15 قبل 10 سنوات كان صعب في دول الخليج ان ندور برنامج او كروت ايتونز. كان انا حسابي من زمان ده موجود امريكي وادور بطاقه امريكي او ماخذ فيزا الوالد وحطها في حسابي عشان بشتري برنامج مثلا، لاني اشوف ان في دول يعني في ذيك الفتره كانت الشركات اللي تجيب البطايق الايتونز الامريكيه كان يدبل السعر، فانا اضطر اسوي ذا الشيء. الحين تقدر في زين تحط حسابك يسحب رصيد منك، تقدر في مدى بطاقتك اي بطاقه تشتغل في اشياء كثيره، يعني حط حسابك واشتر البرنامج ادعم الشخص. وشرحت قبل اسبوع ما راح ارجع اعيد مره ثانيه واشرحها، شرحت كيف انك اذا حملت برنامج والبرنامج ما عجبك تقدر ترجع فلوسك، ما في اي شيء يعني. ليش يعني ما ادري، يعني انا ودي افتح مجال اني اشرح البرنامج واقول لكم بفلوس وانتم تستانسون تشتروا. ما بالبرنامج والله ما بان مسوي ولا تعبان فيه ولا شيء، لكن البرنامج انا شريته ويستاهل اني شريته. بعض البرامج اشتريهم يكون المبرمج نفسه داخل يقول لك مثلا اذا كنت تبي
دونيت او تبرع لحق البرنامج، عطنا مثلا حق كافي لحق مثلا يعني يسوون ذي الحركات انه مثلا اول وجبه دينار وكذا اعطيه. ليش؟ لانه عارف القيمه اللي اعطيتها اياه، يعني شراء البرنامج ب $3 او ب $4 يستاهل البرنامج اكثر. وهذا الدعم للمبرمج لو اعطيته الدونيت مثلا اعطيته مثلا 99 سنت ترى المبرمج انا عارف ان المبرمج يستانس ويفرح ويحس ان ذا المجال انه راح يعطينا فلوس اكثر وراح يطور اكثر في الجهه. مثال ثاني في الاندرويد، ليش البرامج في ذيك الفتره مثلا البرامج كانت مجاني كثيره وفي الاي او اس مش كثيره مجاني؟ ليش؟ لان الاي او اس هو الاصل، المبرمج يتعب في الاي او اس. في الاندرويد تكلمت عنه كودينج خفيف يعدل على البرنامج الاساس على الاي او اس وينزله هناك. ليش؟ هنا الكواليتي افضل في الاي او اس، يتعب عليه المبرمج فيحط فلوس ويدري ان الدعم هنا اكثر في الاب ستور، دعم اكثر من الاندرويد، فيخلي الاندرويد هناك في مشاكل في اشياء بس في الاي او اس يسوي كواليتي افضل. فانت شكرك للمبرمج انك تعطيها القيمة. فاتمنى يعني وصلنا 2020، اتمنى يعني ان تشاري غلاف قيمه الغلاف يمكن 4 برامج او 5 برامج تقدر تشتريهم بقيمه الغلاف. شاري ستيكر شوف كم قيمتها، شاري سير، شاري ساعه، شاري بيبسي شوف في اليوم كم تصرف. فما فيها اي يعني اوكي انت ساكن مثلا في دوله من الدول ما عندك لا اب ستور لا موجود بطاقه ولا عندك صراف ولا تعرف احد برا تقدر تحول المبلغ، اشتري لك ايتونز من امريكا اذا كان حسابك امريكي، من السعوديه اذا كان حسابك سعودي، من الهند اذا كان حسابك هندي، من اي هند من اي دوله في العالم. فاتمنى يعني نرتغي شوي، خلاص وصلنا 2020، قيمه البرنامج بفلوس، عرف ان البرنامج يستاهل الشيء. اوكي ما اتوقع انك راح تروح تسرق غلاف او راح تروح تسرق جهاز، فالبرنامج بفلوس فهي يعتبر نفس الشيء. ما اتوقع انك راح تروح تسرق البرنامج. الاندرويد الجهاز الثاني تقدر تحملهم مخرج متجر وكراك وبسهوله. وانا عارف في قنوات في اليوتيوب يشرحون لكم عن طريقه تحميل البرنامج مجاني. طبعا هو راح يتحاسب يوم القيامه، وانت راح تتحاسب. يعني انت عندك مخ وعقل وتفهم ان اي شيء تسرقة فيزيكال فيعتبر سرقة وحرام وراح تحاسب يوم القيامة. الذنب راح يجيك يعني صح، انت ضريت شخص وبرضو الله عنده حرام فالذنب ذنبين يعني بيكون. وبرضو يعني هذا فيزيكال، والديجيتال انك تسرق اي شيء ديجيتال نفس الحرام نفس الشيء. اوكي هذا حرام وهذا حرام، موش ديجيتال يعني حرام خلاص لا، المشكلة انك يعني تسرق الشيء وتحطه في جهازك وعادي عندك ضميرك ما يأنبك، ما تحس ان الشخص ذاك تعبان عنده مكتب وعنده ناس وعنده موظفين، ما يأنبك ضميرك عادي يعني ما تفكر في هذا الشيء، ولا تروح بالمسجد وتصلي وحط قرآن في جهازك وحط برنامج سارقه. فباختصار اذا انت ما تقدر تشتري الان الايفون او اي الاي او اس او شريت الاي او اس والبرامج مجاني، هذه البرامج مجانية تستاهل انها تكون مجانية فبرنامج مجاني، لكن إذا البرنامج بفلوس ويستاهل إنه يكون بفلوس فهو ممتاز حتى لو بفلوس. أوكي فإذا شرحت شيء أنا ما يحتاج تعلق وتقول البرنامج بفلوس حتى لو إنه $50 $30. أنا عندي برامج شريهم يعني مع إني ما أفتخر ولا أقول لك إن هذه أغلى برامج، لا في برامج أغلى، لكن في برامج أنا شريهم $300 برنامج واحد $300 مش على iOS أوكي على الماك، لكن يستاهل البرنامج يستاهل. فانك انت تقط المبلغ على البرنامج هذا قيمته، لان البرنامج هذا قيمته التعب حقه، هذا التعب حقه. لا تفكر انك سارقك المبرمج او مسوي لك شيء، هذا قيمه الشيء، هذا الشيء وقيمته. يعني السياره بتشتريها ب 200 300 الف هذه قيمتها، ما بلازم انه يكون فيزيكال شيء ملموس عشان يكون له قيمه. اوكي الدنيا الحين تطورت وصار كل شيء ديجيتال، صار كل شيء على الانترنت. أتمنى أنك أنت إذا ما قدرت على قيمة الجهاز أو النظام في برامج غالية ونتبي برامج، في شركات ثانية عندها برامج تكون أرخص، برامج البرنامج نفسه هناك في النظام الثاني يمكن مجاني، فروح حق ذاك البرنامج. إذا أنت شاري جهاز ب1000 لا تستخسر أنك تقط عليه $100 خلال سنة أو سنتين تشتري برامج اللي تبيها كلها، ولا تستخسر أنك تحط عليه $20 كل سنة بعدين في المستقبل انك تشتري لك برامج فيه، شيء طبيعي عادي. فأتمنى في المستقبل لو سويت برنامج
او شرحت عن برنامج احد يعلق لي يقول لي اوه برنامج بفلوس. طيب برنامج بفلوس اوكي، برنامج يعني انت جيت قلت لي شيء يعني جديد اوكي، برنامج بفلوس اللي فيه ماني فاهم. ف ان شاء الله فهمت الموضوع، والسلام عليكم.